مش بس كلام. طبعا كنا نشوفه في برومو الأغنية الجديدة، وهذه مش أول مرة كي تتعامل فيها مع الفنان محمد الوافي، صح؟ شوفي، محمد الوافي بغض النظر عنا فنان، هو صديق وفنان شاب يحتاج لمن يأخذ بيده، يحتاج لمن يدعمه معنويا ونفسيا وماديا. بديت مع محمد الوافي حينما كلفت سابقا برئاسة المكتب الثقافي بنادي الأخضر الرياضي الثقافي سابقا. فمن ضمن الأنشطة اللي زرعناها وبدينا فيها في لما تكلفت المكتب الثقافي، إن بدينا نديروا في أمسيات شعرية، نديروا في حفلات فنية، نديروا في جلسة نصف شهرية تعنى بالتراث وبالثقافة وبالأدب. استدعينا فيها كثير من الشخصيات، مثال الأستاذ الرائع المعلق الرياضي محمد براس علي، أستاذ سيف النصر، أستاذ ميلود العمروني، المرحوم فضل القوريني اللي توفى أخيرا المشهور بالآثار، الأستاذ أحمد يوسف عقيلة الكاتب. نخبة كبيرة كان فيها جانب تكريمي، كان فيها نوع من يعني جلسة ثقافية أدبية فنية مختلفة متنوعة، فيها فن وثقافة وشعر وإلى ما هنالك. فكان محمد الوافي إني أنا نستدعي فيه في كل جلسة ونعطي فيه في مساحة خصوصا قدام كبار الفنانين ويقول ما عنده، والفضل لله سبحانه وتعالى والصلاة والسلام على رسول الله كذلك كان يتفوق الجميع بإحساسه وبقوته وبعزفه الرائع. فكان من هنا انطلاقتي من محمد الوافي إني هو يعني زي ما أقول، أنا زي ما قلت له وقلت له محمد أنا وظيفتي إني نحاول ندعمك إن أنت تكون في المكان اللي تستحق، من ثم تنطلق براحتك زي ما تبي. يعني مش حنقدر نكمل عمري مع محمد الوافي، ولكن نحاول نفتح مساحة لمحمد الوافي اللي هي مغلقة أمامنا، إلا هو فنان إن شاء الله فنان كامل وأنا قصور في الفنانين الآخرين. ومحمد الوافي في عمل عاطفي خضاه هو توا شخصيا قاعد يلحن فيه محمد الوافي، إن شاء الله فيه برضو نقول في المستقبل حيكون فيه تعاملات مع محمد الوافي، حيكونوا فيه ديو يعني مشترك جديد بينك وبينه أو لا؟ إن شاء الله بإذن الله. هذا طبعا حيكون أول عمل رسمي محمد الوافي على الساحة الليبية، فهمتي؟ ومش حيظهر هو صورته في هذا العمل نظرا لرؤية المخرج فيها، لكن إن شاء الله في أعمال قادمة حيظهر فيهن، حيكون في أعمال قادمة سواء معي سواء مع غيري من الشعراء. مهم أن نحن نأخذه بيده، مهم أن نحن نفسحه للمجال، لأن الصوت مشرف، صوت نقي، صوت يتميز بالإحساس، صوت يتميز بالقوة. ولا يعني ما تعتبروهاش مبالغة لما نقول لك ظاهرة، في ظاهرة صوتية، محمد الوافي ظاهرة صوتية. مش بس كلام.